أقدمت مجموعة من الناشطين البيئيين على اقتحام عرض أزياء لدار لوي فيتون في باريس، حاملين لوحات كتب عليها زيادة الاستهلاك تساوي الانقراض. وتم اعتقال شخصين اثنين من أصل 30 ناشطا من منظمات مختلفة تواجدوا في عين المكان. وطالب النشطاء الحكومة الفرنسية بفرض خفض فوري لمستويات الإنتاج في قطاع الأزياء، بينما تم تسويق 42 قطعة ملابس للفرد في فرنسا عام 2019. وهذا العرض الأول لدار الأزياء المشهورة أمام الجمهور بعد أزمة الإغلاق التي تسبب بها فيروس كورونا.